إعطاء الثقة لشخص ما ليس بالأمر الهين كما يعتقد البعض. تمر الحياة ويمر في حياتنا أناس كنا للوهلة الأولى نظن بأنهم ليسوا بقدر المسؤولية، وذلك لأسباب قد نقتنع بها شخصيا. ولكن ماذا إذا تحولت عدم الثقة إلى ثقة عمياء وبشخص لا يرى شيء؟ يشق طريقه لكي يتفقد هذه السيارة، معتمدا على سنوات خبرة طويلة قضاها في هذا المجال. قبل ما يقارب 10 سنوات فقد سلطان أغلى ما قد يمتلكه الإنسان وهو نعمة البصر، ولكنه لم يفقد الأمل في الحياة، يمارس مهنته معتمدا على حاسة اللمس فقط وعلى سنوات خبرة جعلته يمتلك ثقة تبهر العقول. أعمل في هذه المهنة منذ حوالي 25 سنة أو 24 كذا تقريبا، واشتغلت بهذه المهنة وكان نظري تمام. فقدان النظر هذا كنت في البلاد، وبعدين جالي برق وأنا في البلاد أثناء المطار، فالبرق هذا ضرب قدامي فلفت للسماء فوجدته كذا يضرب، فضرب أمامي حتى اقتلبت النسوء فأثر علي جدا ففقدت نظري. حبه لعمله أصبح ذلك النور الذي يضيء الظلام الدائم في حياته. إصراره على إثبات وجوده وإخلاصه في عمله وبإتقان جعل كل من يزوره يكن له كل الاحترام والتقدير. وإن كان هنالك بعضا من رواد المكان وبمجرد اكتشافهم له وبأنه شخص أعمى يطلبون منه عدم الاستمرار في خدمتهم ويتركوه، فذلك لا يزيده إلا إصرارا على البقاء وإثباتا لذاته. في بعض الزبائن يأتوا إلى عندي يشوفون، عندما يشوفون وأنا أتحسس وأمسك كذا وكذا وكذا، في بعض منهم يكون عنده شهامة وعنده كذا كل حاجة، فيقول لي أنه بياتي كل ما حصل لسيارته أي شيء، فيعود إكراما لأنني أمارس هذه المهنة. وبعضهم يشوفون هكذا يقولوا خلاص، حتى أنه ما يخلنا أشتغل معهم، أشتغل له في كثير من الناس. وهكذا يستمر سلطان بمزاولة تلك المهنة التي لطالما كانت مصدر دخل له ولعائلته، والتي ربما لا يقدر عليها المبصرون أنفسهم، ويصبح قصة تداول بين أوساط الشباب لكي لا يفقدوا الأمل في حياتهم مهما كانت تلك المعوقات. سبحان الله، أعطاه رب العالمين ثقة في نفسه وقوة وإصرار على الحياة بالرغم عماه وما يشوف وكذا، ولا زال يعمل ولا يسأل أحد، ومش محتاج مساعدة أي واحد، يعني المساعدة المادية أو هذا ما بيطلب من أي إنسان، وحتى بالنسبة للمساعدة في المجهود الحمد لله قايم لعمله بأحسن ما هو، ولا نسمع أي شكاوي منه ولا أي تكسير عند زبائن نهائيا. أتمنى لكل شاب ولكل إنسان في صحته وهو عنده أي كان شكل من الأمراض أن لا يستسلم ويعمل يكافح من أجل أن يحقق لأهله أو لمجتمعه أو لوطنه أي شيء. قد يكون هذا الرجل فقد الأمل في استعادة بصره لأسباب قد تكون مادية، ولكنه في الأخير لم يفقد الأمل في الحياة. قصة كفاح وأمل تكتب على جبين كل شاب وكل شخص أثقلت عليه الحياة بمنغصاتها، وفي الأخير يبقى سلطان مثلا بين أوساط الشباب يردد بقول بصير في زمن أعمى. محيدين الذكري لبرنامج أنا الشاهد ببي سي عربية.